وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف أن عمليات المحاكاة تمثل مستوى من مكاشفة الجمهور والمجتمع الدولي، فيما أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي أن انتخابات تشرين فيها إمكانية أن تكون مختلفة عن الانتخابات السابقة. تقترب مفوضية الانتخابات من ترجمة جهود عامين من التحضيرات والاستعدادات ليكون الاقتراع بعد أيام تتويجا لهذا العمل والإصرار على إنجاح الانتخابات. إن كلمتنا التي قلناها باسم جميع ملاكات المفوضية بأن أصوات العراقيين أمانة كبرى أكلت إلينا هي ليست مجرد قول، إنما هي عهد ينتظر ثقة العراقيين بمؤسستهم التي استمعت لكل الأصوات ونزلت فرقها إلى الشوارع والأسواق. وما عمليات المحاكاة التي أجريناها إلا تمثل مستوى من مكاشفة الجمهور والمرشحين والمجتمع الدولي، بأن هذه هي استعداداتنا الفنية نطرحها للرأي العام بشكل علني. نشكر كل الذين دعموا خطواتنا في شخص رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ونشكر ناسنا الذين التقيناهم في الأحياء ووجهوا إلينا رسالتهم. نتقدم بشكل خاص إلى بعثة الأمم المتحدة التي واكبت ووقفت معنا في هذا المشوار الطويل. I'm happy to be here. We had a very good meeting this morning with with the president and with the IHEC board. I think that I made it clear already a while ago, but I truly believe that these elections have the potential to be very different from the elections in 2018. حقيقة التقينا اليوم بمجلس المفوضين والسيد رئيس الجمهورية، وأعيد ما قلته سابقا أن هذه الانتخابات فيها إمكانية أن تكون مختلفة عن جميع الانتخابات السابقة.